شاركنا اليوم في الحملة، حملة التجار المنظمة من طرف المحافظة السامية لتطوير السهوب والمنظمة الوطنية لذوي الكفاءات لغرس 800 شجرة بسيدي العجل. ندرج هذا المشروع في إطار برنامج المنح المصغرة التابع لهيئة الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر وبالتعاون مع المحافظة السامية لتطوير السهوب، حيث يهدف هذا المشروع إلى إنتاج وشتل 10,000 شجيرة.